سعيدة الموجودة هنا. دائما كنت بجي مهرجان القاهرة بس ما عمره جاتني الفرصة، واليوم أنا هنا وبفيلمي. I'm so happy. It's hectic بس سعيدة. وفيلم من يحرقنا الليل هو أول فيلم روائي قصير للمخرج سارة مسفر، اللي بتشارك بمسابقة سينما الغد للأفلام بمهرجان القاهرة السينمائي بدورة 42. بس ما في كل البقايا المقفلة. شوف تحت مفتوح على الطريق. والعرض كان فول هاوس، وأكيد هالشيء أسعد سارة جدا. فلها السبب هل بتفكر بتقديم الفيلم بمهرجانات ثانية، مع العلم أنه هي سبق وشاركت بمهرجانات محلية ودولية وفازت بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان الفيلم السعودي عام 2019. أكيد يعني لسه إحنا بنقدم وبنشوف، بس هو لسه دوب رحلته ابتدت فمية بالمية. وهالفيلم يلي تم تصويره بجدة على مدى 5 أيام بس، فبتدور أحداثه عن أختين سلسبيل ووسن بليلة خطوبة بعد ما تم رفض طلب واحدة منهم الذهاب للبقالة المجاورة. فبنشوف ايش صار بعد الرفض من تقييد معين بيدفع الاختين لاكتشاف انفسهم لجوانب عنيفة ما خطرت على بالهم من قبل. اكتر شيء اخذ مننا وقت والكاستينج، اضطرينا يعني ناخذ مدة طويلة عشان ما لقينا الكاركترز اللي تناسب الفيلم، فيمكن تقريبا اخذنا في الكاستينج 4-5 شهور مع التدريبات. دورنا دورنا دورنا، واخر شيء اللي وصلنا له اننا صرنا نروح المدارس، المدارس الثانوية عندنا في السعودية، وصرنا ندخل ونقول لهم عندنا فيلم وهذه فكرته وهذه القصة، واللي مهتم يتواصل معنا، ومننا قدرنا لقينا الشخصيات، وبعدها جلسنا في تدريبات معهم مدة 3 شهور تقريبا. واسم هالفيلم مميز جدا وبيحمل معنى عميق، فلهذا السبب حبينا نعرف من سارة ايش بتقصد من اختيار هالعنوان بالضبط. يعني هو اللي حيشوف الفيلم حيعرف، غير كده ما نقدر نقول. اخر مشهد فيلم في الفيلم يقول ايش معنى من يحرقنا الليل. وغير هالفيلم فسارة كمان عندها فيلم اخر قريبا راح ينعرض كمان. احنا قبل الكورونا بالضبط انتهينا من تصوير ومونتاج فيلم بدعم ريد سي فاونديشن فيلم فيستيفال، باذن الله ينعرض. هو فيلم فيتشر اومنيبس لونج فيتشر مكون من 5 افلام قصيره، وحينعرض قريبا ان شاء الله. طبعا ألف مبروك مرة ثانية لسارة على التقدير الخاص لفيلمها من عرفنا الليل، وطبعا أتمنى لها كل التوفيق على الفيلم والأعمال كمان الثانية. وأنا صراحة جدا مبسوط بالتجارب الشبابية السعودية اللي بيغامروا وبينجحوا فيها صراحة، خصوصا لما يقدموا دائما أفلام جديدة سعودية للسينما. بدي أقول لكم شغلة، يعني على فكرة المشاركة بمهرجان مهم مثل مهرجان القاهرة السينمائي هذا أساسا بيعطي دافع كثير قوي للمشاركين أو حتى اللي عم بيفكروا يبلشوا هاي مهنة للفيلم ميكرز، فعن جد انه الجوائز كتير مهمة بهي الحالة. دي حقيقة، وانا حابة كمان اقول فعلا الف مبروك مش بس لسارة ولا لصناع العمل ده بالتحديد، انا حابة اقول الف مبروك عموما للصناعة السعودية، لانه زي ما قلنا من فترة انه في ازدهار الفترة دي بشكل كبير جدا في الدراما السعودية وفي السينما السعودية بالتحديد، فمستنيين نشوف اكتر من كده كمان، وان شاء الله يكون في جوائز اكتر من كده كمان.